شركة المنصور ام جي اعلنت اسعارها النهائية الاخيرة من لحظات. هنقول لكم الاسعار الجديدة ايه. اسعار طرازات ام جي اتش اس الفئة الثالثة الاف سي اديشن ارتفع سعرها الى 539,990 جنيه بدلا من 514,990 جنيه. اما اسعار سيارات ام جي ار اكس 5 الفئة الثانية لاكشري ارتفع سعرها الى 494,990 جنيه بدلا من 469,990 جنيه. اما سيارة ام جي 6 الفئة الثالثة لكشري ريد انتيريور ارتفع سعرها الى 439,990 جنيه. كان سعرها كام؟ 419,990 جنيه. اما ام جي 5 الفئة الثالثة لكشري ارتفع سعرها الى 344,990 جنيه مقارنة بنحو 329,990 جنيه قبل كده، يعني من ساعات. اما بقى سيارة ام جي زد اس الفئة الثالثة لكشري ارتفع سعرها ل 384,990 جنيه مقابل 364,990 جنيه. طبعا زي ما انتم عارفين ان الاسعار دي ارتفعت ليه؟ عشان حاجات كتيرة جدا، منها طبعا تغيير سعر الدولار، ارتفاع سعر الشحن، حاجات كتيرة قوي.